هذا واقع الحياة. الإنسان مما بلغ في هذه الدنيا وكم يمكث فيها دابت له من الرحيل، هذه سنة الحياة. لأن الله سبحانه وتعالى قال الموت حسم على الإنسان حتمي ما يحتاج، بل على كل المخلوقات، لأن ترجع للقرآن يقول كل من عليها فأنك واحد يبقى، شيء حتمي. فلذلك مرة يقول هذا الموت ما هو إلا ترى امتحان واختبار للإنسان، مرة يقول وخلقنا الحياة والموت لنبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا ابتلاء امتحان، يعني يمتحن الإنسان. إذن الدنيا محط اختبار. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول الدنيا دار ممر والآخرة هي المستقر. بعد شيء يقول الدنيا مزرعة الآخرة. أنت هذه الدنيا مزرعة تزرع بها أعمالك تجدها أمامك. بس هذه الأعمال مرة تكون أعمال زينة استفاد بها الإنسان، مرة تكون مو زينة، وهذا يوم الله سبحانه وتعالى وهو أرحم لعباده وألطف. فلذلك هذا المزرعة اللي الإمام عليه السلام رايح يقول أن هاي أعمالك تزرعها تلقاها هناك. كل إحنا هسه الواقع أنت تشوف واحد اليوم يزرع على زرعات زينات يهتم بيهن، مو خص إذا كان ثمن هنالك في سبيل شيء حصل يربح يذبح زين، هذا ربح الدنيا، لكن كيف بربح الآخرة؟ أيضا يحتاج من عندنا أن نهتم بأعمالنا. زين، ما هي أعمالنا وما هو المراد من هذه الأعمال؟ شنو الغاية من عدها؟ هذه الأعمال شنو؟ وماذا يراد منها؟ الحقيقة الإنسان يجهد نفسه في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، هذا الغاية، في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى. يجهد نفسه مثلا مرة بالصلاة، مرة أخرى بالصوم، مرة أخرى بخمس، مرة أخرى بزكاة، مرة أخرى بصدقاء، وهكذا في سبيل رضا الله جل شأنه. زين، هذه الإرضاعات اللي الله سبحانه وتعالى والطاعات اللي الله سبحانه وتعالى إليها من الإنسان، ما هي ترى تعود على الإنسان بالخير. الله سبحانه ما محتاج صلاتي ولا محتاج صومي ولا محتاج لي كم كلمة متعلمها أنا، لا، وإنما أنا اللي محتاج. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أما لن إذا نحن دور الناس الفقر اللي نحتاج إلى سبحانه وتعالى. شو يحتاج من عندنا؟ يحتاج من عندنا أن نعمل عمل ننقذ أنفسنا به أمام الله، وهذا عمل ننقذ أنفسنا، عمل أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا العبادات اللي الله سبحانه وتعالى فرضها على الإنسان، واحد يقول إحنا واحد، نعم نحن الله سبحانه وتعالى وخاصة الإنسان، الله سبحانه وتعالى اشتراه من دون كل المخلوقات وجعله خليفته في الأرض. لما تسمع القرآن الكريم ماذا يقول؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة، والملائكة احتجت على هذا الخليفة، قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، رد عليهم الرحمن ماذا قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن علم الله مو علم الملائكة. زين، إذن الشغل من هذا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة، أريد خليفة. ليش خليفة؟ شو يريد من عنده؟ هالخليفة إيش عنده مثلا؟ يخلف الله سبحانه وتعالى في الأرض. الخليفة يريد من عنده الطاعة، يريد من عنده العبادة. اسمع القرآن ماذا يقول؟ يقول وما خلقت الجن والإنس إلا شنو؟ يعبدون. إذا العبادة، عبادة، ها شنو العبادة؟
يعني هي فقط العبادة مثلا الصلاة والصوم والخمس لأن مثلا الفروع العشر المعروفات لا أكو بعد بعد عبادة الناس سبحانه وتعالى هاي معاملة تقول إن الدين عند الله المعاملة أنا لما أتعامل وإنسان معاملة وهذا أيضا الدين ستشوف ذلك الغرب اللي يتعاملون اليوم بالمعاملة وهم أقرب لو ترجع للحقيقة أقرب للإسلام لكن ما مقتنعين لو احتنقوا الإسلام والله صاروا أفضل من عندنا في تعاملهم الإنساني تعاملهم مع بعضهم البعض التقارب الآخر شوف الإنسانية اللي عندهم شوف إتقانهم في العمل شوف كل قضاياهم تختلف ولا لا وتعال شوف هنا عملنا مسلمين ومؤمنين وكلهم عندنا والنتيجة على أبسط الأشياء يغشك فبأبسط الأشياء يسرقك بأبسط الأشياء وهواية هنشك عدد واحد اثنين ثلاثة عشر زين خص دول اللي لبسوا لباس الدين وجوا برداء الدين وخدمة الإنسان وخدمة المسلم والنتيجة كلها بينت هباء منثور ليش هذا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى أوصى به وخاصة الإنسان المؤمن الإنسان المسلم أنا لما إلتقى بفلان ووصلت المكان شنو الغاية شريد أريد غيرك يوفر لي خدمات وفر لي مثل الناس ليش هكذا تروح إذن بقى الثقة ماكو ثقة فقدت الثقة زين فلذلك أيها الأخوة الله سبحانه وتعالى يريد من عندنا العبادة يقول إني جاعل في الأرض خليفة قالوا حتى قلت لك احتدت الملف قالوا إذن هذا العبادة شنو هي صلاتنا صومنا خمسنا زكاتنا وتعال شوف مثلا تجعل الصلوات الصلوات العدنة اللي إحنا الآن جاي نصليهن وتعال شوفن صلاتنا صلاة الصبح مضبوطة صلاتنا صلاة الظهر مضبوطة صلاة العصر المغرب العشاء هذن الصلوات ضابطينهن هسه ها هسه واحد يقول ايه ضابطين انزين تعال شوف صلاة الصبح هاي نسميها احنا الصلاة المظلومة ليش مظلومة؟ لأن أغلب الشباب اليوم وين منتهي؟ منتهي وين بوجه هاي اللعبات؟ يأذن أذان الصبح تلقى لو واحد لو اثنين يصلون الباقي كلها نايمة مو لو لا هذا الصلاة لها أثر عظيم عند الله سبحانه وتعالى الصلاة الوحيدة اللي ذكرت في القرآن وذكر أيضا قدرها ومكانتها قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر شنو كان مشهودا المفسرين السيد الطبطبائي على الله درجاته في تفسيره الميزان يقول في هذا المجال كان مشهودا يقول هذا صلاة الصبح لأن الملائكة تشهدها ملائكة الليل والنهار ملائكة الليل حينما يعرجون إلى السماء يقولون يا رب عرجنا إلى السماء وتركنا عبدك فلانا يصلي ملائكة النهار لما يهبطون إلى الأرض يقولون يا رب هبطنا إلى الأرض ووجدنا عبدك فلان يصلي لذلك يسمونها مشهودة تشهدها الملائكة عند الله سبحانه وتعالى تشهد لهذا الإنسان بصلاته فلذلك لا يستحب تأخيرها الإمام الصادق سلام الله عليه قال اختبروا شيعتنا في أوقات صلواتهم إذا هذا بقى صلاته ملتزم نعم هذا من شيعتنا أما ما ملتزم يودعي الشيعة هذا مو من عندنا زين هسه هاي الدين تعال شوف الصلوات الاخرى صلاة الظهور، صلاة العصر، صلاة العشاء
كبر إذا تأذن بعد أحسن، أذنت وأقمت وبديت بالصلاة، الصلاة بمن تبدي؟ تكبيرة الإحرام، صحيح؟ ذن كل المستحبات، بدينا بتكبيرة الإحرام الله أكبر، بدت الصلاة هسه. من بدت الصلاة إيش بدت عندك هسه؟ أنت هسه عندك صفاء وياها، عندك الروح ويا القلب ويا اللسان إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. لو بدت تهاجمك أفكار، مو هالحالة إيش بد عندك؟ مهاجمة الأفكار جتك من كل جهة ومن كل مكان، بس قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام. جاك فلان صار لك سنوات ما تدري بي وين، جتك الشغلة الفلانية كنت ناسيها، جاك السوق، جاك ما أدري ياهو، تاخذك حتى توصلك لأمريكا تفرك الدنيا كلها. ليش؟ ليش؟ أنت قبلها كنت قاعد لأن كل مو يمك، بس أنت وصلت، أذنت مو يمك، أقمت مو يمك، بس كبرت إجنك. شنو ذني؟ يقول هذا الشيطان. شوف الشيطان وين يخنس؟ في صدر الإنسان. عندما يبدأ في صلاته يبدأ ما هو؟ بالأفكار. جاب لك كل هاي الأفكار وإجاب. يهيجهن أمامه. وأنت تقرأ. شو تقول؟ من شر الوسواس الخناس الذي وسوس وين؟ في صدور الناس. وين نايم هو؟ نابي أقرب الأشياء إليك.